لا تغضب مني، ولكن أعتقد أنك مهما فعلت بهاتفك الذكي فعلى الأرجح لن تستخدم جميع وظائفه لأقصى حد. حسناً، لنصحح هذا. إليك بعض المزايا الرائعة للهاتف الذكي لتستغلها والتي ربما لم تسمع بها من قبل. 1- إطالة عمر البطارية. إن النظر إلى هاتف بأقصى سطوع للشاشة ليس سيئاً لعينيك فحسب، بل ويؤثر أيضاً بشكل كبير على عمر البطارية. قلل السطوع إلى حوالي 30-50%، أو استفد من ميزة السطوع التلقائي لهاتفك. تحتوي الهواتف الذكية على محرك داخلي يحتاج إلى قدر معين من الطاقة لوظيفة الاهتزاز. لا ينطبق الأمر ذاته على صوت نغمة الرنين. إذا كنت لا تريد إزعاج الأشخاص من حولك، ليس عليك سوى وضع هاتفك في الوضع الصامت وإبقائه بالقرب منك حتى تتمكن من رؤيته عندما يضيء دون تشغيل الاهتزاز. يعد نظام تحديد المواقع GPS من الأدوات بالغة النفع إذا كنت تبحث عن أقرب محل بيتزا، ولكنها من الناحية الأخرى تدمر البطارية. استخدم خدمات تحديد الموقع باعتدال، واختر التطبيقات المسموح لها استخدام هذه الميزة. أوقف تشغيل الإشعارات الفورية في إعدادات بريدك الإلكتروني لتزيد من عمر بطارية هاتفك، واستبدلها بخاصية فتش التي تتيح لك التحقق من رسائل بريدك الإلكتروني وفقاً لجدول زمني، وليس كلما خطر لك ذلك. تعد الشاشة أكبر مستنزف للطاقة من بين جميع مكونات الهاتف، وإن كنت مثلي تنسى إيقاف تشغيل الشاشة عند وضع هاتفك جانباً، فعليك أن تحدد وقتاً قصيراً لإمهال الشاشة قبل إيقافها. ستكون بطاريتك ممتنة لك. إن إبقاء هاتفك مشحوناً بالكامل طوال الوقت ليس جيداً للبطارية. اسحب سلك الشاحن عند وصول شحن هاتفك إلى 80%، وأعد شحنه قبل أن ينخفض إلى 20%، وتجنب ترك هاتفك موصولاً بالشاحن لفترة طويلة. وكبديل عن ذلك، اشحنه من 10-15 دقيقة كلما سنحت الفرصة. يتعرض مدخل الشاحن للاتساخ الشديد من الوبر والأتربة وغيرها من الأوساخ في جيبك التي تعلق بسهولة فيه، لذلك اجعل من تنظيف مدخل الشحن عادة لك، مستخدما عودا لتنظيف الأذنين أو نكاشة أسنان في كل مرة تنظف بها شاشة هاتفك، ولن يمر وقت طويل حتى تلاحظ زيادة في كفاءة عملية الشحن. في كل مرة تتحقق بها من الرسائل الواردة أو المكالمات الفائتة، تكون الخلفية مفعلة وتستمر باستهلاك الطاقة، وينطبق الشيء ذاته على الخلفيات التفاعلية أو أي نوع آخر من الخلفيات المتحركة. لذلك يفضل دائماً البحث عن خلفيات بالأبيض والأسود. ليست هذه الخلفيات جميلة وأنيقة فحسب، بل وتحافظ أيضاً على بطارية هاتفك في حالة ممتازة. تعمل خاصية التدوير التلقائي على استنزاف البطارية بالكامل إذا استخدمتها طوال الوقت. إنها تعمل بفضل مستشعر خاص يسمى مقياس التسارع، الذي لا يتوقف عن العمل في الخلفية بانتظار تدوير هاتفك. لذلك قم بإيقاف تشغيل هذه الخاصية ما لم تكن بحاجة للتدوير التلقائي، وستلاحظ الفرق. هل سبق أن تجمد هاتفك وتوقف عن العمل كلياً؟ هذا لأنك لم تتح لبطارية هاتفك وقتاً للراحة التي تحتاجها ليلاً. احرص على إيقاف تشغيل هاتفك كل ليلة لكي تبرد البطارية. 2- تعديلات مفيدة. إذا كانت بطارية هاتفك توشك على النفاذ ولم يكن بمقدورك الانتظار كثيراً لشحنه، فقم بتفعيل وضع الطيران. إنه الخيار الأفضل لشحن هاتفك بشكل أسرع من العادة، ويرجع السبب إلى حجب وضع الطيران لجميع الإشارات الصادرة والواردة والتي عادة ما تستنزف الكثير من البطارية. إذا كنت تملك آيفون وآيباد، فيمكنك استخدام محول الطاقة الخاص بالآيباد لشحن الآيفون. إنه آمن تماماً للبطارية، لذلك لا تقلق، يقوم المحول الأكثر قوة بشحن هاتفك أسرع بمرتين. عندما تكتب رسالة هامة، عليك التفكير مرتين قبل إرسالها. لهذا السبب غالباً ما نعيد كتابة النص مرات عدة، ولكن بإمكان مالكي آيفون وآيباد استخدام ميزة الهز للتراجع وحذف كل النص الذي كتبوه للتو. ليس عليك سوى هز جهازك والنقر على تراجع في النافذة المنبثقة.
عادة ما تظهر الإعلانات المنبثقة المزعجة في كل مرة تستخدم فيها تطبيقاً أو لعبة مجانية، وإن لم تكن مستعداً لدفع المال مقابل الاستمتاع بمحتوى خال من الإعلانات، قم فقط بتحويل هاتفك إلى وضع الطيران واستمتع بتطبيقاتك المفضلة دون مقاطعة. ولكن لا تتحمس كثيراً، فقد تفوت مكالمة هامة. إذا فقدت هاتفك وعثر عليه شخص ما، فيمكنه العثور عليه بفضل وظائف أندرويد وآي أو إس التي تتيح لك إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتف مختلف يمكن لشخص ما استخدامه للاتصال بك. بالمناسبة، يمكنك أيضاً إضافة معلومات عن أقرب أقربائك وفصيلة دمك، ومعلومات طبية أخرى تحسباً لحدوث شيء سيء لك، وهذا ما سيجعل عمل الأطباء أكثر سهولة وفاعلية. يتيح المؤقت الصوتي على iOS لجهازك إيقاف تشغيل جميع الأصوات في وقت محدد. انتقل إلى المؤقت واختر المدة، ثم انقر على عند انتهاء المؤقت واختر إيقاف الأصوات، وستتوقف جميع الأصوات المشغلة. والآن يمكنك النوم وأنت تستمع إلى الموسيقى دون أن تقلق بشأن شحن الهاتف في الصباح. أترغب بقراءة كتاب إلكتروني واستخدام القاموس في ذات الوقت دون الحاجة إلى تبديل الشاشات؟ إذا قم فقط بتمكين وضع النوافذ المتعددة، وللقيام بذلك افتح التطبيق المطلوب واضغط باستمرار على مفتاح قائمة المهام على يمين زر الصفحة الرئيسية. ولكن للأسف ليست جميع الهواتف الذكية قادرة على العمل بهذا الوضع. توجد ميزة خاصة في هواتف أندرويد تمكنك من ترك رسالة على شاشة القفل للشخص الذي يعثر على هاتفك إذا أضعته، كأن تطلب منه إرجاعه. انتقل إلى الإعدادات Settings، قفل الشاشة والأمام، توقيع قفل الشاشة. الآن اكتب هناك رقم هاتف احتياطي أو بريدك الإلكتروني وانتهيت. يمكنك أيضا استخدام هاتفك الذكي ككاميرا أمامية لسيارتك. كل ما عليك فعله هو تثبيت هاتفك على لوحة القيادة للحصول على أفضل رؤية للطريق. إذا كنت مهتماً جداً بهاتفك الذكي وتستخدمه طوال الوقت، فربما أنت قادر على تغيير إعداداته كالمحترفين. وللقيام بذلك عليك الانتقال إلى قائمة المطور ديفلوبر، أو انتقل إلى الإعدادات حول الهاتف، انقر 7 مرات متتالية على رقم الموديل Build Number. مبروك، أصبحت الآن المطور. يمكنك استخدام هذه القائمة لتحسين الأداء العام وجودة استقبال الإشارة ومظهر النظام لهاتفك. أترغب بالحفاظ على بطاريتك وعلى عينيك؟ إذا استخدم هاتفك أثناء القراءة بالوضع أحادي اللون من خلال الانتقال إلى قائمة المطور والبحث عن محاكاة الشذوذ Simulate Anomaly، ثم تشغيل الوضع أحادي اللون. والآن سيعمل هاتفك باللونين الأسود والأبيض. عادة ما تتم زيادة سعة ذاكرة الهاتف باستخدام بطاقة ذاكرة أو الاستعانة بالتخزين السحابي كلاود، ولكن يمكنك أيضا استخدام برامج المراسلة لزيادة السعة. يتيح لك بضعها إرسال الروابط والملفات والنصوص إلى نفسك. أدخل رقم هاتفك أو بياناتك وابدأ الدردشة، هذا كل شيء. 3. مزايا الآيفون. يمكنك بسهولة تعيين أنماط اهتزاز مختلفة للإشعارات. قم بفتح الإعدادات على جهاز الآيفون، ثم اضغط على أصوات واختر نوع التنبيه من قائمة الأصوات والاهتزازات. انقر على اهتزاز، إنشاء اهتزاز جديد. ابدأ التسجيل بالنقر على وسط الشاشة بالتسلسل الذي تريد أن يكون عليه الاهتزاز، وعند الانتهاء أوقف التسجيل واحفظ النمط. سيتم حفظه في قسم الاهتزاز قائمة نغمة الرنين بين قائمة الأنماط المخصصة. لتفعيل وضع الالتقاط المتتابع على هاتفك الذكي، اضغط باستمرار على زر غالق الكاميرا، والآن سيتم التقاط العديد من الصور في وقت واحد. إذا كنت تفضل التقاط الصور البانورامية باستخدام جهاز الآيفون، فأنت تعرف جيدا ذاك الشعور المزعج عندما ترغب بالتصوير بالاتجاه المعاكس ولكنك لا تستطيع. حينها ليس عليك إلا النقر على سهم الشاشة. تعتبر الآلة الحاسبة من أكثر التطبيقات شهرة على هواتف آيفون، ولدينا حيلة لها أيضا. إذا أخطأت بكتابة أحد الأرقام، قم بتمرير إصبعك يسارا أو يمينا من الأرقام لمسح الرقم الأخير.
4. مزايا الأندرويد. إذا كنت تفضل سماع المعلومات بدلاً من قراءتها، فانتقل إلى الإعدادات، إمكانية الوصول، وقم بتفعيل خيار تحويل النص إلى كلام. انتقل إلى الإعدادات، الأمان، مسؤول الأجهزة، ثم قم بوضع علامة صح على المربع بجانب خيار مدير جهاز أندرويد وتحديد موقع الجهاز عن بعد والسماح بقفل الجهاز ومسح القفل عن بعد. والآن إذا أضعت هاتفك فستتمكن من تحديد موقعه وحظر استخدامه من خلال موقع خاص دون أن تفقد بياناتك. إذا كنت بحاجة لإعطاء هاتفك لطفلك ليلعب أو قررت إعارته لأحد أصدقائك، ستحتاج إلى تفعيل وضع الضيف Guest Mode المتوفر فقط على أجهزة أندرويد. يشبه هذا الوضع الميزة الموجودة في الحواسيب، فمن ناحية يحافظ على سلامة معلوماتك وهكذا لن يتمكن أحد من مسحها بطريق الخطأ، ومن ناحية أخرى سيحصل الضيف على هاتف نظيف تماما ليستخدمه بكل راحة. إذا انتقلت إلى الإعدادات، إمكانية الوصول، التكبير، فستتمكن من تكبير أي جزء من شاشة هاتفك الذكي بمجرد النقر عليه. لست بحاجة لشراء مودم منفصل أو راوتر لاستخدام الإنترنت على أجهزة مختلفة، فجهازك الذكي يفي بالغرض. انتقل إلى الإعدادات، التوصيل ونقاط الاتصال المحمولة، وفعل نقطة الاتصال Portable WLAN، وهذا كل شيء. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.